المجلس الأعلى للشباب الأسرة الأمر السورية والسيد الرئيس. الفرصة لنا اليوم كمرصد أننا وجدنا هذا التفاعل مع المحكمة الدستورية، وهذا يعتبر تفاعل مؤسساتي كبير جدا بحكم وجود المرصد كآلية من الآليات الأساسية لإشراك المواطن في الحياة العامة. نعتمد الآن على إدماج هذا المفهوم في كل أدوات اللي يشتغل عليها المرصد، على غرار المنصة الرقمية للمرصد، على غرار شبكات جمعيات المجتمع المدني، وأيضا لما لا الوصول إلى جمعيات وإنشاء جمعيات متخصصة تعنى بالتكوين والتنشئة حول القضايا الحقوقية. اليوم تم لقاء بولاية بشار حول آلية الدفع بعدم الدستورية بالمحكمة الدستورية، وهذا بتعريف حول المفاهيم الأساسية للمحكمة الدستورية. احنا حاضرين اليوم احنا كمجتمع مدني في هذه الحملة التحسيسية التي تقوم بها المحكمة الدستورية وكذا المرصد الوطني، كما نثمن مجهودات السيد رئيس الجمهورية بخصوص هذه الحملة.